والله ما مندمجه. ادعم الشعب، تدعم الشعب كيف يولي معاكم، لكن هيك اوضاع انسانيه صعبه تفاوتت درجاتها بين المدن والمناطق الليبيه كافه بعد ان باتت الازمه تمس حياه المواطنين في ادق تفاصيلها. في بعض مناطق الجنوب غابت السيوله لاشهر عديده، ما اضطر المواطنين لقطع مئات الكيلومترات لصرف سق لا يتجاوز سقفه 250 دينارا، والتي لم تعد تكفي احتياجات المواطن مقارنة بارتفاع الأسعار حسب شكاوي بعض المواطنين. الآن المصارف يعني تخش لإدارة المصرف يقول لك والله المصرف الليبي المركزي ما حولناش عملة. يعني بعد المعاناة اللي صارت في أوباري الناس تعبت يعني تهجرت. يخصم شيك من هنا يمشي يعني في طرابلس لطرابلس. الآن الطريق حتى هي بروحها يعلم الله بها المعاناة الناس تعرض لحوادث. وضع جعل بعض المواطنين يتساءلون عن مدى جدية الحكومات المتعاقبة في النظر في أحوال المواطنين كما يقولون. أنا صراحة ناشد الحكومات الموجودة في ليبيا الآن، هل الجنوب من ضمن المنطقة الليبية ولا خارج المنطقة الليبية؟ باش نبغى نفهمه حتى المواطن الليبي، المواطن اللي موجود هنا في الجنوب يشعر بالنوايا الحكومة اللي تتبعه. الآن جميع الحكومات الموجودة الآن ما فينا ولا حكومة رأت اي منطقه في الجنوب حتى تحل من ناحيه نعانوا مشكله السيوله، كل المشاكل الموجوده الان المواطن يعاني بها. هي مشاهد باتت مألوفه عند ابواب بعض المصارف نتيجه الاصطفاف لساعات طويله، ومع الازدحام الشديد تزداد المظاهر التي وصفها البعض بغير الحضاريه فيما راها اخرون نتيجه طبيعيه لتحول السعي للحصول على المرتبات لما يشبه الصراع. حكومه هذه بهدلتها الله يبهدلها. تعبون الله يتعبهم، تعبون الله يتعبهم يا الله والصالحين، تعبون الله يتعبهم، هذا حق ولا باطل يا اخواننا.